بكلم حضراتكو على انه خلينا نشوف التقرير، تقرير الخاص بشارع فيصل، لانه يعني من التقرير ده ومن الاهتمام ده هننطلق بقى بفكره انه احنا يا جماعه بنكمل بعض. محدش يقول لي وانت سايبه المشاكل دي كلها وهنتكلم على نظافه الشارع، لا مش هنسيب المشاكل دي كلها، لكن هنتكلم كمان بجانبها عن نظافه الشوارع. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نلتقي بحضراتكم. الفترة اللي فاتت أحسن من الأول بكتير طبعا، وبعدين هم اتفقوا معانا ونزلوا لنا السنة دي زي كده، بقت أحسن وأكتر من الأول بكتير. وبعدين لو حضرتك هتشوف إن مفيش زبالة في الأرض، كله بقى دلوقتي بيرميها في الصندوق على طول. كل المحلات كده؟ كل المحلات، كل محل بيبقى قدامه صندوق. أحسن بكتير، أنا واحدة من ضمن الناس في الشوارع الجانبية، تحس إن هي عامة شوارع عمومية مش جانبية خالص، يعني نظافة متسفلتة، حتى الاهالي متعاونين في النظافه من بعد ما الشوارع سفرته بقت نظيفه. يعني من يومين كانت زباله كتير قدام المحلات، فجي الحي قال لك جيبوا صناديق وحطوها قدام المحلات، فاتفقنا مع بعضنا وكل المحلات جاب الصناديق وحطيناها قدام المحل، ودي حاجه كويسه يعني. وديك شايف برضه عمال النظافه رايحه جايه كل يوم. لا هو بالفعل في استجابه من هيئه النظافه والتجميل، وابتدوا يتخذوا اجراء في عمليه رفع المخلفات بصفه مستمره في خلال الفتره برضو ال 24 ساعه. فعلا هو نزل هنا اهوت وادى تعليمات للرئيس الحي وللمحافظ السيد المحافظ ان يوضب فيصل ويشوف على الكمامه اللي متركنه، والحمد لله يعني نزلوا برضو نظفوا وعملوا وظبطوا الدنيا كده اهوت في الطريق فيصل في الرايح وفي الجاي وفي الشوارع حتى الجانبيه، ابتدوا يظبطوها برضو، وبتوع الحي برضو بقى ابتدوا ينزلوا والهيئه وكله. يعني كانت مليانه كمامه وحاجات مش كويسه قدام العماير، قدام الشارع، قدام البيوت، قدام المحلات. اليومين بقى اللي حصل دلوقتي في اهتمام بقى ونظافه والدنيا حلوه شغاله. وبصراحة يعني حصل فرق جامد، وكان في زبالة كتير جدا متقاومة في على الجوانب كده وعلى الرصيفة، ففعلا حصل فرق وكده، بس الشوارع الجانبية لا ما حصلش فرق فيه. فعلا حصل تطور في فيصل، وبقى في صناديق زباله موجوده كتير الناس ترمي فيها، بس الشوارع الجانبيه لحد ما لسه محتاج على الاول كل شارع على الاقل بوكس كبير نرمي فيه الكمامه. وبرده عمال النظافه اللي هم تبع هيئه النظافه والتجميل المفروض بياخدوا مصاريف على الموضوع ده، ما بيعدوش خالص في الشوارع الجانبيه، على الشوارع العموميه بيعدوا. لا حصل في فرق كتير، بقى كويس، نظيف بقى كويس، والشارع بقى واسع، وبقى فيه ما فيش زباله، ما فيش كلام من ده بتاع، بقى كويس. طبعا الشارع نظيف صراحه، وبقى دلوقتي فيه اهتمام صراحه بالشوارع وبالجناين وبالحاجات دي، والزباله كلها بتترمي في الصناديق دي الصراحه يعني. والله زي ما انت سعادتك شايف كده، الجماعه بتاع المحافظه جوه قالوا لنا على الصناديق بتاع الزباله والكلام ده كله، ففعلا كل واحد جايب قدام المحل بتاعه صندوق الكمامه، واحنا شايفين تطور في المرور وشايفين تطور في النظافه، والمحلات ملتزمه بمواعيد القفل والحصر بتاع الكهرباء سعادتك، وكل الحمد لله الناس كلها شغاله زي الفل. بص سعادتك شمال ويمين تلاقي الدنيا هاديه وجو عربيات شغاله زي الفل كله. انا حاسس ان في تشديد على موضوع النظافه ده، لان في مسؤولين كل شويه بتلف، وفي ناس بتيجي تراقب على النظافه والحاجات اللي زي كده. يعني العربيه بتيجي بتشيل، بس بتشيل امتى؟ بتبقى الدنيا متبهدله. نظافه كل يوم، كل يوم بتيجي، الواحد ما يكذبش بتيجي بتشيل، بس الناس اللي بتيجي ايه بتفضي اكياس في الارض عشان تضايق الزباله من البلاستيكات والعيش والقرف اللي هو بالمودة. في حاجات كتير حصلت، يعني يكفي توسيعه الشارع دي فرق كبير. يعني بالنسبه للنظافه فاختلفت برضه، يعني احنا زمان كنا بنلاقي الرصيف ده كله زباله، يعني الصبح ويجي يشيله وبعد ساعتين يتملي زباله تاني. الوضع اختلف كتير، في تحسن فيه، ولكن احنا عايزين اكتر، لان الشوارع الجانبيه والداخليه ما زالت مهمله شويه.